شوف، بالنسبة لدورة كلبة الألعاب الشاطئية كانت مجرد فكرة وقصاصة أوراق وكلمات مبعثرة تم تجميعها طبعا وبتعاون من الأخوة في مجلس الشارقة الرياضي، ودائما هم الداعمين نحو إيجاد التميز والإبداع في أي حدث. دورة كلبة بدأت لكي تنمو وتكبر، لكن المفاجأة أن دورة كلبة ولدت كبيرة بداية، بالتالي من خلال المشاركة الإيجابية سواء كانت على مستوى الأندية أو أن حسب النظام للدورة أنه يسمح بمشاركة كل من له الحق في المشاركة الذي يقطن على أرض الإمارات.